اظن كانت مقابله صعبه. رونار والفريق المنتخب او منتخب الوطن المغربي استسهل الخصم اللي هو جزر القمر اللي عنده لاعبين محترفين حتى هو، وقدم مقابله قيمه، وفي اللحظات الاخيره انصفنا الحظ وضربه جزاء مستحقه وكانت الانتصار. اظن ان تقوي الحدود نتاعنا في المنافسه للذهاب بعيدا في كاس افريقيا، التاهل ان شاء الله والذهاب بعيدا في كاس افريقيا المقبله ان شاء الله التي ستكون في الكاميرون. اخويا احنا كجمهور ديال الجيش جينا من مدينه الرباط، جينا نساندوا الفريق الوطني ديالنا الفريق الاول. الحمد لله جينا باش نديو ثلاثه النقاط، الدراري داروا المجهود ديالهم والحمد لله جابوا ثلاثه نقيطات، واش اللي بغينا، وديما منتخب ديما افار. المباراه كانت صعيبه على العموم، اللاعبين جاهدوا وبادروا، والتغييرات ديال الاطار هيرفي نورار كانت ايجابيه، لا سيما مع دخول لاعب ازارو اللي عطانا واحد ضربه جزاء اللي كانت نقضات الشرف ديال الفريق الوطني باش يواصل ان شاء الله المشوار ديالو باش يتاهل ان شاء الله للنهائيات ديال الكاميرون ان شاء الله. الحمد لله المقابله ديال المنتخب الوطني ضد فريق ضد المنتخب جزر القمر كانت مقابله رائعه وشيقه، كان كما كيلاحظ الجميع المتتبعين والمشاهدين كانت المقابله تكتيكيه بامتياز، وكانت عده فرص اللي كانوا ما توفقش فيهم المنتخب الوطني المغربي. الحمد لله في التغييرات الاخيره اللي قام بها السي هيرفي رونار بادخال ازارو، الحمد لله اتت بالاكل ديالها وعطات ثلاثه نقاط اللي هي مميزه اللي غتساعدنا ان شاء الله باش نتاهلوا لكاس الافريقيا المقبل ان شاء الله، ونتمنوا كاس افريقيا يكون بالديار المغربيه ان شاء الله هنايا. نطلب الله عز وجل الحمد لله على النتيجه الايجابيه، رغم الاداء كان ديال المنتخب الوطني كان اداء باهت، وكان بالنسبه للياقه البدنيه ديال المنتخب ديال جزر القمر كانت لياقه عاليه، وكنحييهم على هذا الاداء هذه والروح الرياضيه، ونطلب الله عز وجل يكون التحسين افضل من قدام المنتخب الوطني. فاول حاجه المقابله كانت ماشي نقولوا قويه، وكانت عطات الفريق باش ما تضيع الوقت كان الفريق يرفع المعنوي ديالو، فما تنقصوش القيمه ديال العناصر، فالمقابله ما نقولوش بان، ولكن العناصر عرفناهم ان شاء الله. انا كنتيقن بان العناصر ما غادي يخرجوا غادي يخرجوا بواحد ثلاث نقاط، والحمد لله ما خيبش الظن ديالنا، وتنشكر العناصر، ما نقولوش بان العناصر ما خدمتش قدمات، ولكن ضعوا فرص، ولكن كرة القدم هي هذه، ماشي تنقولوا فيها ما تنخصم وما تنقصوش من القيمة ديال الفريق. الخصم كان بعد غيابات، ولكن المنتخب الوطني ما تيبنيش على الغياب ديال لاعبين ولا لاعبين، كلشي الحمد لله اللي دخلت ان شاء الله، وتنتمناو ان شاء الله المقابلة نهار الثلاث ان شاء الله غادي نفوزوا بسهولة ان شاء الله، وغادي نهديو الفريق الوطني ان شاء الله. سجلنا هدف الدقيقة الأخيرة، كنشكر اللاعبين على مجهود كبير اللي قدموا اليوم، كنشكر حتى مدرب إيرفي رونار عرف كيفاش يتعامل مع هذه المقابله، وكنتمنى فتح المنتخب المغربي في مقابله في جزر القمر. ماتش قوي جدا، قبل ما نجي لهنايا نعرف فريق مغمور، يعني منتخب مغمور، لكن قدم واحد المستوى طيب. كما شفتوا المقابله كانت صعيبه علينا بزاف، لا مع بعض اللعابه يعني ما باقي ما كاينش بعض اللعابه عندهم الفرق ديالهم، هذا كيدل على بعض العياء اللي عند اللعابه ديالنا، زيد تقص يعني لما تبليس ضرار يعني اثر على الفريق، لكن الحمد لله جات ضربه جزاء من الاخر، وكنحضرهم يعني في جزر القمر يلعبوا شو مقابله مزيانه، اليوم راه ما لعبوش مزيان صراحه، انا نعاود لك صراحه، لان المنتخب اللي شفته انا في روسيا ماشي هو المنتخب دابا، ناقص رغم ماشي ناقصنا غير زياج وحنا الفرقه غتمشي، راه لعب واحد ماشي هو المنتخب، راه كنلعبوا 11 وعاد عندنا اللعابه اللي في بونتوش، وهذا ماشي هذه، خصنا اللعابه والحمد لله عندنا الكثير وكثير في اوروبا. الماتش عيان. تحية جاني واعر، فرحة كانت رائعة، وشكرا لكم ديما مغرب.